رمضان كريم، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية. رمضان كريم على كل العرب والمصريين. رمضان لما بيجي بنعيش معاه نسمات ونفحات كتير. رمضان يعني البركة والخير والفرح والسعادة والسرور. رمضان يعني لمة العيلة على الفطار والسحور. رمضان يعني الصلاة والصيام والقيام والقرآن اللي صوته ما بيتقطعش من البيوت. رمضان يعني الذكر والتسبيح والاستغفار. رمضان يعني الدفى والونس طول الشهر. رمضان يعني السماحة والرضا، الصلح بين المتخاصمين ونسيان المشاكل والخلافات والحفاظ على الروح الحلوة اللي بيننا. رمضان يعني حياة مختلفة، حياة جديدة فيها معاني بنفتقدها طول السنة في زحمة الدنيا والحياة. حاجات كتير بيحتاجها المغترب في رمضان، بيت الجد وبيت الجدة اللي ما ينفعش يعدي أول يوم غير معاهم. رمضان يعني اللمة والعيلة، يعني الونس، يعني كل حاجة حلوة. رمضان، رمضان كل حاجة حلوة. رغم كل الحاجات الحلوة دي إلا إن المغتربين في رمضان وضعهم مختلف، شعورهم مختلف، أحاسيسهم مختلفة، خليط بين الفرح برمضان والحزن إنهم هيقضوه برة، الحزن إنهم هيقضوه لوحدهم، خليط بين السعادة عند الإفطار وبين الاشتياق للمة العيلة على الفطار، ألم في الصدر عند كل بسمة أو فرحة بتقول لك إن في حاجة ناقصاك، كان في حاجة أنت محتاجها، كنت محتاج تكون جنب أمك، أبوك، جدك، جدتك، تحتاج تمشي في شارعك وتصلي في مسجدكو، تقعد مع جيرانكو، كنت محتاج تبقى عايش جوه مصر في حواريها وشوارعها ومحافظاتها، كنت محتاج تبقى موجود مع العيلة ومع الأسرة، مع أهلك، مع حبايبك، بتسعد وانت بتفطر عند الإفطار وانت في كل أو في أي مكان في الدنيا، لكن بتحزن على صعوبة لقاء الأحبة، مش عارف تشوف أهلك، قرايبك، حبايبك، نفسك تحضنهم ومش عارف، بيبقى عندك حنين وشوق للعودة للوطن.